السلام عليكم. ازيك قبل كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما، قلقتني عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده، طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبه لك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجي لك ليلتها، بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشه في القلق. وهذا بيسلم عليك وبيقول لك الف سلامه عليك، وكان عايز يجي لك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف بيت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب ووجع القلب. الله هو فيك. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايا كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلق. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامع، ودول شويه ساعه وصوبه ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخرة المدامة كنت هتروح مني في شربة مي، عشان مين ده كل؟ يا طاعون، احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرى ايه يالا؟ كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيب ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن بقى ابن حرام. كل واحد فيكم عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وتلات ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي؟ انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامه يا طاعون. مع السلامه. خطوه عزيزه. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه؟ كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرش لو ما قلتهمش، ايه المشكله يعني؟ كل. عايزه اوصلها خالص يا كوريا، احسن خايفه تلط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاح. يا نصيبتي لقيتي ايه، قمله ولا زباله؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني، خليتيني اهرش. ماشي. مالك يا بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايزه تقص شعرك؟ لا مش عاوز. البنت مقهور على شعرها وانت عايزه توصلها احتياطي؟ قومي يا بنت مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا، مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انا مش هشتغل غصب عن الزباين. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاعون؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعون، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا انصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور، الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده. انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام، ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ بيزعل ايه؟ بيزعل؟ ابلا يا ابلا. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا سوكا، خرجني من هنا.